أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. من منا لا يعرف البطل الذي قاد هجمات 20 أوت 55 بالشمال القسنطيني؟ من منا لم يسمع بمهندس مؤتمر الصمام في 20 أوت 56؟ من منا لا يعرف صاحب المقولة الشهيرة أتمنى الاستشهاد لكي لا أحضر الاستقلال؟ إنه طبعاً الشهيد البطل زيغود يوسف، الذي بدأ النضال وعمره لم يتجاوز 11 بعد انضمامه لحزب الشعب الجزائري. عاش الشهيد البطل زيغود يوسف حياة بسيطة وسط عائلته المتواضعة، تأثر بعلماء المنطقة وكان يحب المطالعة كثيرا، وهذا ما زاد من نضج فكره وتطلعاته السياسية والثورية. هاد العبارة هذه كانت بكري عبارة على إسطبل تابع لبن شويشرة، عائلة بن شويشرة، والآن راهي تبنات هنا. كان يخدم الحدادة فورجورون، كان هنا يخدم حداد مع القاوري في ذاك، راهي مطعم المكان راهو كما تشوفوا تاع الألبسة والمطعم بجنبه، كما الألبسة والمطعم بجنبه كانت الحدادة يخدم مع قاوري، القاوري اللي تعرف عليه أثناء الوفاة تاعو. خداه حداد زيغود يوسف كان يخدم حداد هنا في هذه الدار هذه، الان راهي تحولت هذه في من الخمسينات، يعني في سنه الخمسينات. لم يتحمل زيغود يوسف الاضطهاد والحجره التي كان يعيشها الشعب الجزائري الاعزل في الشمال الجزائري، واستغلال الاستعمار الغاشم للثروات الجزائريه بدون اي حق. القت الشرطه الاستعماريه القبض على زيغود يوسف سنه 1950 بتهمة الانتماء إلى المنظمة الخاصة إلى غاية أفريل 1954، تاريخ فراره من سجن عنابة. هذه هي الدار اللي هزوها منها السجن، وتاع عمو زيغود سعد. زيغود سعد من هنا تهز، وهذا كان عايش زيغود يوسف مع زوجته. هذه في الخمسينات، أنا في ذاك الوقت كنت صغير، ما أنا على حساب تواتر الآراء الأخبار واش يهضروا. كانت في الخمسين لما هزوه من هنا، كان موجود هنا، ومن هنا لما تبع الداوه للكدية، للكدية 20 يوم في الكدية، ثم من الكدية داوه لعنابة. في عنابة كانت مجموعة من ضمنها معمر بن عودة أو مازال على قيد الحياة، اللي هربوا من السجن على حساب واش حكات لكم العائلة تاعو، تم اختراق الواحد السقف، وثم خرج الواحد، خرج يعني تسمى من الحبس، ثم المحكمة، في المحكمة حرق الوثائق اللي كانت تهمهم وتهم كل المحكومين الموقوفين في سجن عنابة. ثم من تم جاء هنا تسمى واش تكلمت، جاء الحروش ودور سوادق، وثم من تم انتقلوا إلى ولاية الأوراس، ما عاودش رجع حتى نضل قربت ندير على الثورة، كي قربت ندير على الثورة باش رجع شاف العائلة تاعو. هرب من الحبس، داوني هنا الحروش عندي هما، داوني جماعة 3 أشهر، وكيما هرب ولا بدل اللبسة يلبس كيما هكذا محمد، ولا دار الشاش ودار القندورة باش ما يعرفوش، ولا عاد يجي عندنا الحروش حتى نهارنا الثورة. وكيفاش كان يحضر للثورة؟ مع من كان يخدم باش يحضروا للثورة؟ ما يهضرك، ما يهضروش يا بنتي، ما يهضروش عليك، ما يهضروش، يديروا اجتماع، يديروا مصالح، يهضروا الناس. النهار اللي تفجرت الثورة في أول نوفمبر 54 وين كان هو؟ هذيك كان جا عندنا بلاي ربعة، وكان عندي عرس أنا تاع ولد عمتي رحت ليه، والخميس ونهار الاثنين بليلة نهار الحد، نهار الحد نوضوا الثورة. عاد ما يجيش. كنتوا عارفين بلي راهو مشارك في الثورة، بلي راهو سياسي، بلي راهو مجاهد؟ ايوه، قلت له هذه الحق، هذه انا راح نديروا عرس. قلت له على بالي بالعرس راح نديروا. قلت له حتى انا راح على العرس هذا هو الاخر درك. بعد هذيك عاد ما يجيش حتى انا، كان عند الشيخ عند ولد خالتي يديروا في السلاح الكارطوش يشيحوا فيه باش ينبضوا الثورة. بعد كيفاش عرفتوا بلي دخل الثورة، بلي راه مجاهد؟ يخدم ما يروحش، خلاص بدا علي يجي يطلب برك، بدا علي ناوي يروح ما يجيش خلاص. واش كان
الشهيد البطل زيغود يوسف واش كان يحكي لكم مثلا كي كان يجي قلتي ما يجيش بزاف من بعد يجي واش كان يحكي لكم كي كان يجي انت باغزال مثلا كي تسقسيه تقولي له علاش ما راكش تجي وين راك تروحي واش كان يقول لك اللي جينا نطلوا برك عليكم وما يهدروش. بعد اندلاع الثورة التحريرية كان زيغود يوسف من بين الأوائل المفجرين والمنخرطين فيها، حيث التحق باللجنة الثورية للوحدة والعمل في أول نوفمبر 1954 إلى جانب ديدوش مراد مسؤول الشمال القسنطيني أنذاك. نفذ زيغود عدة عمليات عسكرية توفي من خلالها عدد كبير من الجنود الاحتلال الفرنسي، كالهجوم الذي نفذه على ثكنة الدارك في سمندو بقسنطينة. المنطقة هذه السكنة هذه كانت تاع الدرك الفرنسي أثناء الثورة التحريرية، وزيغود يوسف أول عملية قام بها في 54 كان إطلاق النار على الدرك الفرنسي، ثم في المرحلة الثانية أثناء هجمات 20 أوت، فكانت هذه إحدى النقاط اللي كانت عليها هجمات 20 أوت أثناء الثورة التحريرية. ممكن نعرفوا شحال سقطوا من الدرك هنايا؟ ما باينش العدد، ولكن هما رموا يعني الترهيب باللي رانا موجودين، يعني رموا على اساس انهم باللي الثوره هذه راهي انطلقت وموجوده. هذا سي زيغود يوسف هو اللي كان قائد هذه المعركه؟ كاين، كان هو اللي كان يقود ينشط على المعركه هذه هنا في جميع العمليات تاع شمال قسنطيني. كاين معارك واحده اخرى قام بها هنا في المنطقه؟ كاين معركه بوركاركا اللي سقط فيها ديدوش مراد ربي يرحمه. والان راح ننتقل نشوفوا الجداريه للناس اللي باتوا في دودوش في معركه بوكركر، لانه كاين ناس بزاف كثير اللي يقولوا بلي زيغود يوسف مات في بوكركر. زيغود يوسف مات في السطيحه، والسطيحه هذه تابعه سيدي مزغيش دائره الحروش ولايه السكيده في 56 23 سبتمبر 56. مباشره بعد ذلك اشرف على هجوم 20 اوت 55 رفقة المجاهد البطل ديدوش مراد الذي استشهد في هذه المعركة في منطقة واد بوكركر رفقة مجموعة من المجاهدين الأبطال، في وقت نجا منها زيغود يوسف لينتقل بعد ذلك إلى مناطق أخرى بعدما أصبح محل بحث من طرف الجنود الفرنسيين. خطط زيغود يوسف رفقة عبان رمضان ومجموعة من قادة الثورة لمؤتمر الصمام سنة بعد هجمات 20 أوت الذي كان وقعه كبير على مستقبل الثورة التحريرية. استشهد البطل زيغود يوسف في منطقة السطيحة بسيدي مزغيش في 23 سبتمبر 1956. وكيما راح يموت برك كيما جا من الصمام من ذاك الجبل الأربعاء والخميس الجمعة السبت نهار الحد مات. زاد دوز الوقت وشافها. كان ما يجيش من بعد النهار. ثلاث شهور ما جاش. وكي يقرب الوقت باش راح يموت. كان يستشهد كي شغل حسها يعني. ايه. وكي جا واش حكى لكم واش قال لكم واش كانت التصرفات تاعو؟ شافنا برك وروح. زاد دوز. شحال قعد معاكم بزاف؟ دقيقة الليلة بات معانا والغدوة دوز الوقت وزاد شافها وروح نهار الحد مات. رانا في متواجدين في المكان اللي فيه جداريه تتكلم على معركه بوكركر. علاه نتكلموا على اليوم؟ اليوم هذا لانه فيه كثير من الناس في بعض الكتب وبعض الجرائد يقولوا بلي زيغود يوسف توفى في بوكركر. زيغود يوسف توفى في السطيحه، السطيحه راهي تابعه سيدي مزغيش، سيدي مزغيش دائره الحرش ولايه سكيده، والجداريه راهي تمثل شو